أيضا تصريحات أردوغان في حلف الناتو، وأيضا هنا قال في تصريحات له أن الناتو ليس ميتا دماغيا كما قال ماكرون سابقا. بالفعل اليوم الدور التركي في الناتو ماذا قدم للناتو نفسه، وأيضا على خلفية الصراع الروسي الأوكراني وهذه الحرب؟ يعني هو نعم قبل سنتين صرح ماكرون بهذا التصريح الغير صائب والغير دبلوماسي، ولكن الأزمة الروسية الأوكرانية نستطيع أن نقول بأنها أوعزت لدول الناتو أو أحيت الكثير من العلاقات البينية بينهما لتجاوز الخلافات البينية ويقوم بكيفية وضع آليات للدفاع المشترك عن دول الناتو. أتوقع أن هذا الاجتماع الذي تم هو من أهم نتائجه كيفية تأكيد المنظومات الدفاعية وكيفية توزيع المهام بين الدول الأعضاء الناتو، وأن تركيا دول مواجهة خاصة أن لديها علاقات طيبة مع كلا الطرفين وروسيا وأوكرانيا.